الإمام النووي إمام عظيم القدر، وهذا الإمام ترك للأمة تراثا عظيما. شرح صحيح مسلم، روضة الطالبين، مجلدين من شرح صحيح البخاري، طبقات الشافعية، تهذيب الأسماء واللغات، كتاب الإرشاد، مختصر صحيح مسلم، منهاج الطالبين، المجموع إلى باب الربا، وهذه موسوعة فقهية متكاملة. ومات النووي ولم يكملها، وأكملها بعده السبكي والمطيعي. كتاب التحقيق، التقريب والتيسير، تحرير ألفاظ التنبيه، كتاب الإيضاح، منسك المرأة، خلاصة الأحكام، رياض الصالحين، الأربعون النووية، فتاوى الإمام النووي، التبيان في أدب حملة القرآن، كتاب الأذكار، بستان العارفين، وبعض الرسائل القصيرة. شاهدوا يا أخوة، هذه الكتب ما شاء الله، مصنفات الإمام النووي أثمرت مصنفات ومؤلفات أخرى. عندنا كل هذه الكتب الآن كلها 4 أرفف، احنا عندنا فقط هذه، وآخرون عندهم كتب أخرى. هذه المصنفات، العلماء شرحوا كتب النووي وعلقوا على كتب النووي واختصروا كتب النووي، فعلم النووي أثمر مصنفات ومؤلفات كثيرة. لو أضفنا هذه الكتب مع مصنفات النووي عندنا أضعاف مضاعفة من الكتب، ولو أضفنا هذه مع شروحات خاصة لكتاب رياض الصالحين وكتاب الأربعين النووية وترجماتها، فإنه لن تسعنا هذه المكتبة. ومع سعة علم النووي إلا أنه جانبه الصواب في بعض المسائل، فهو كغيره من العلماء يصيبون ويخطئون، لكن كم نسبة هذا الخطأ؟ شاهدوا حجم علم النووي هذا، وشاهدوا أخطاء النووي موجودة هنا، ترى من أول ما جلسنا هي موجودة لكن لم يلاحظها أحد، لأن أخطاء النووي مغمورة في بحور وتراث علم النووي لا مقارنة. رسالته 100 صفحة، لو شلنا المقدمة والفهارس والردود وأبقينا فقط كلام النووي حصلنا فقط 40 ورقة، وحتى 40 ورقة لا نسلم له بكل ما فيها، كل يؤخذ من قوله ويرد. علماؤنا استفادوا من كتب النووي التي فيها نفع وخير عظيم، أما ما وقع فيه النووي رحمه الله من أوهام وأخطاء نبه ورد عليه العلماء وانتهى. وكان والدي يقول رحمه الله: خذ ما صفى ودع ما كدر. وحتى هذه الأخطاء التمس العلماء له فيها العذر، وأثنوا على النووي ودافعوا عن النووي واستفادوا من علم النووي، ولم يبدعه عالم في الأمة إطلاقا. عشان نعرف المسائل لها مآرب أخرى في هذا الباب، لأن هذه الطائفة طائفة ضعيفة العلم، ضئيلة الكيان، المشكلة الكبيرة لم يترسخوا علميا. الطفيليون عندما نقول نقدمهم للطرح العلمي ما لا يكون لهم قناعة، ما يستطيعون أن يقنعوا الناس بما عندهم من علم بقوة العلم، فإذا أراد أن يعني يظهر لن يظهر إلا على أكتاف. يعني فضلتك ترى أن هناك مآرب أخرى للهجوم على النووي؟ طبعا، هذه أنا بس أتكلم على أساس أنه الذي يتكلم في النووي أو يتكلمون في النووي يتكلم في حجر، يتكلم في البهاقي، يتكلم في الخطابي ويكفر هؤلاء. أنا أصلا من أيام قليلة اتصلوا بي على الفتاوى وقالوا لي أنه هنا الآن فيه حدثاء أسنان أيضا كفروا ابن تيمية، وقالوا ابن تيمية يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم شك في براءة عائشة، ابن تيمية قال بأن النبي شك في حال عائشة رضي الله عنها، وبذلك يكفر في هذا الباب. أنا طبعا منتظر أفزع من ذلك في هذا الباب، لكننا إذا تكلمنا على الإمام النووي، قبل أن أتكلم على الإمام النووي أنا أتكلم على الظاهرة، أتكلم على القضية بأسرها. القضية بأسرها كما قلت أن علماء الأمة لهم وزن في هذه الأمة، استقامة دين هؤلاء القوم أو الأمة الإسلامية بالعلماء، نهضة الأمة بالعلماء صحيح. المكان التي خلقها الله لها هذه الأمة الإسلامية، الله خلق الأمة الإسلامية لتكون لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، لن تتبوأها بحال من الأحوال إلا بوجود العلماء. يعني هذا أمر مفروغ منه، فاهمني؟ فالحاصل أنه الذي لا يريد انتهاض هذه الأمة، الذي يريد لا تمكين لهذه الأمة، لازم يضرب في الشيء الذي فيه عزتها، في عزة الأمة، الشيء الذي فيه رفعته، الشيء الذي فيه تمكينها، تمكين الأمة من وجود
من طبعا تمكين الامه في الكتاب والسنه، صحيح تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله، كتاب الله وسنتي. نعم. من الذي سيجلي للناس المراد العلماء من كتاب السنه؟ نعم. من الذي ورثه الانبياء؟ نعم. هذا نعم. ورثه الانبياء. فالحاصل ان هو اصلا لابد ان تعلم المستشرق الذي يريد للامه ان تكون ميته هذا الموات وان تكون متاخره هذا التاخر يعلم ان هناك نجوم. نعم. ان هذه النجوم هي يعني لمعان، بريق، قوه، عزه، افتخار، نصر، وأيضا نجت. جميل. لأنه النجوم هم العلماء، لذلك قال أبو الدرداء العلماء نجوم هذه. الله. فهو ماذا يفعل؟ لابد يسقط النجم. لابد من إسقاط النجم. كنا نتكلم على أن المستشرق له يد في الداخل، إما يد مؤجرة وإما يد مستعملة، بيكون معمى عليه. فاهمني؟ فهو اصلا بيخدم المستشرق دون ان يعلم. نعم. وممكن تختلف المآرب، يكون هو داخل، ممكن الرجل يريد ان يظهر، يريد ان يعرف بين الناس. نعم. مش هيعرف غير بذلك. انت عارف لما تذكر انت النووي ده، انت حضرتك بتتكلم بالنووي كده بافتخار، كلنا بنفتخر. انا بقول رياض الصالحين. نعم. الاربعين النوويه. نعم. ده انا هجيب لك بقى باطن المذهب وروضه الطالبين والمنهاج طبعا. نعم. الرجل له باع واصل اصول، تعرف حضرتك. نعم. يعني الرفعي قد يكون أتقن منه في المذهب. سبحان الله. نعم. قد يكون الله رفع النووي إلى السماء. الله. لأن النووي أصلا رجل صاحب دليل، صاحب سنة. نعم. ولذلك ترى يخرج دائما عن المذهب السنة. أيضا هؤلاء القوم أرادوا الشمس أن تشرق عليهم، في ضوء ينزل عليهم. سبحان الله. الضوء مش هيطلع. كالذي بال في ماء زمزم وقال أردت أن أذكر له باللعنات. يعني هذا هو. أنا قلت لحضرتك اجعل واحد منهم يطلع ينفرد ويطرح طرح علمي. نعم. هل سيقنع الناس؟ لا. هل الطرح سيؤثر في الناس؟ هل سيجدون ثقلا فيقولون هذا الرجل ما هذا؟ هذا تعب على نفسه، ده متعوب عليه. نعم. طالب علم متعوب عليه. فاهمني؟ فضيان، كله فضيان. ولما يتكلم، انا اصلا يعني تكلمت مع احدين فوجدت فضاء، فتركت المكان. نعم. ومشيت وسبته يتكلم وسبت. ليه؟ لان انا ما اريد ان يعني وانا ايضا من تمثل بالسنه امام الناس لا اقطع. لا اتي عليه. نعم. نعم. ودي نقطه، عفوا سيدي، يعني يا دكتور محمد، البعض يتحدث يقول يعني. الدكتور محمد حسن عبد الغفار اثنى. نعم. على احد هؤلاء، سامحني في اللفظ اللي انا بقوله، لا ما يوم. احد هؤلاء المتطرفين في وجهه نظري. هو متطرف ان شاء الله، ما يكونش متطرف ان شاء الله، وان شاء الله يريد السنه. نعم. لكن هو عايز ارشاد، لكن لازم ينتصح. نعم. انا الان بتكلم يعني يا رب ينتصح. لانه انا احب، انا حتى لما اثنيت على جهود للحفاظ على السنه، جهود. نعم. لنقاء الاعتقاد. اريد ذلك. نعم. هذا اللي جميل. جميل. ولما وجدت امور منحرفه ما سكت. نعم. انا لا اسكت. وفي ثلاث حلقات حضرتك تراها. نعم. كلها تاسيس في الرد على. صحيح. هذه التاصيلات المنحرفه التي وصلت الى الغلو اللي هيوصل بهم بعد ذلك الى التكفير. انت تعرف حضرتك. نعم. القادم اسمعوا، وانا بقول ذلك عشان يخافوا. القادم هتسمع منهم تكفير ابن تيميه. لما؟ لانه اصول ابن تيميه بيتكلموا فيها كلها تخالف ما يفعلون. سبحان الله. فمش حاجه من اثنين، يا تلزمه بابن تيميه وتقول له الان انت اين انت؟ انت بعيد، او يكفر ابن تيميه. يرجع ابن تيميه يقول لك هذا ضال. نعم. مضل، مبتدع ضال. انه لا يعرف كيف يبدع المبتدع. فيرجع بهذا. نعم. فصراحه كما قلت